أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها تقرير رابطة أمهات المختطفين عن السجون السرية. قالت رابطة أمهات المختطفين إنها رصدت 262 سجنا وأماكن احتجاز سرية منذ العام 2015، مطالبة بإغلاقها ومحاسبة المسؤولين عنها. وبيّنت الرابطة في تقرير لها بعنوان خلف الشمس أنها رصدت 244 سجنا تابعة للميليشيا الحوثي وثمانية سجون وأماكن احتجاز تابعة للحزام الأمني التابع للانتقال المدعوم إماراتيا. كما رصدت الرابطة ثمانية سجون تابعة للتشكيلات الأمنية وستة لدى الحكومة الشرعية. وأشار التقرير إلى أن ميليشيا الحوثي استخدمت نقاط تفتيش ومنازل المعارضين السياسيين والمواطنين ودور العبادة والمدارس كسجون لإخفاء وتعذيب المدنيين. كما استخدمت التشكيلات المسلحة التابعة للحزام الأمني والمعسكرات ومنازل القادة الأمنيين كسجون لإخفاء المواطنين فيها. إلى متى ستستمر معاناة المختطفين والمخفين قصرا في سجون ميليشيا الحوثي وسجون ميليشيا الإمارات وغيرها من السجون؟ ولماذا تبدو الشرعية عاجزة عن التحرك العملي لإطلاق آلاف المواطنين أغلبهم محتجزين بتهمة الانحياز للشرعية ومناهضة الانقلاب؟ وأين تقف المنظمات الحقوقية من هذه المآسي المستمرة؟ نناقش هذه التساؤلات مع ضيوف الحلقة بعد متابعة هذا التقرير. خلف الشمس عبارة تقال في العادة للتهديد بإخفاء الخصوم والضحايا، وذلك حرفيا ما يعيشه مئات المختطفين والمخفيين في سجون الأطراف المتصارعة في اليمن. خلف الشمس هو اسم تقرير حقوقي أصدرته رابطة أمهات المختطفين ترصد فيه السجون السرية ومعاناة الضحايا المخفيين فيها بعيدا عن عدسات الصحافة واهتمام السياسيين من غير حول لهم ولا قوة. وفقا للتقرير فقد رصدت رابطة أمهات المختطفين 262 سجنا وموقع احتجاز تتصدر جماعة الحوثي الانقلابية الجهات المسؤولة عن السجون السرية بعدد 244 سجنا وموقع احتجاز، تليها ميليشيا الحزام الأمني المدعومة إماراتيا بعدد ثمانية سجون، بينما تتحمل الشرعية المسؤولية عن أربع سجون سرية إضافة لثمانية سجون لتشكيلات عسكرية لم يسمها التقرير. تباينت مواقع الاحتجاز والإخفاء عند الحوثيين بالمقارنة مع أقرانهم في الحزام الأمني، إذ يعتمد الحوثيون على نقاط التفتيش ومنازل المعارضين السياسيين والمواطنين ودور العبادة والمدارس كسجون للإخفاء وتعذيب المدنيين، بينما تستخدم ميليشيا الحزام الأمني المعسكرات ومنازل القادة الأمنيين للسجن والإخفاء القسري. فشقيقي حمزة حينما سجرته تحول من شاب وسيم إلى وجه شاحب، ظهرت عليه ملامح الشيخوخة، برغم أنه في عمر الزهور. إزاء ذلك يحضر التساؤل عن الموقف الأخلاقي والقانوني المفترض من المنظمات والهيئات الدولية المعنية بالحقوق والحريات، وكذلك عن موقف التحالف والشرعية كجهات رسمية مسؤولة عن حماية المواطنين في نطاق سيطرتها ومسؤولياتها القانونية والأخلاقية. إذن ولمناقشة أوسع مشاهدينا، معنا من العاصمة عدن رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمت السلام الحاج، وأيضا معنا من القاهرة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة، مرحبا بكما معنا. نبدأ بالسيدة أمت السلام، ما الحقائق الجديدة التي انكشفت لكم سيدة أمت السلام من خلال إعداد هذا التقرير بداية؟ حياكم الله وأشكركم وأشكر المشاهدين الكرام على هذا اللقاء. أولا احنا من بداية الأحداث وبداية تشكيل الرابطة ونحن نتابع أين بالضبط المخفيين والمختطفين، أي السجون، في أي السجون، لأن احنا رابطة أمهات المختطفين تشكلت من أبواب السجون، ولذلك نتابع عبر السجون فين هذه السجون، فين، ونسأل الذين هم خرجوا أخرج عنهم، نبحث بحيث أن احنا يكون عندنا معلومات متكاملة. الذي دعانا أن احنا نخرج هذا التقرير في هذا الوقت، أنه مستمر الانتهاكات، مستمر
الضغط على الناس مستمر. تخيلوا 244 سجن، تخيلوا هذا العدد الكبير. هل يستحق اليمنيين أن تعمل لهم هذه السجون يخفى فيها الناس؟ هل يحتمل هذا الأمر؟ هذه مأساة، مأساة كبيرة جدا ترتكبها جماعة الحوثي. ولذلك أخرجنا هذا، لأنه الجميع بيسألونا أين هؤلاء الناس، فين السجون؟ يعني حتى أن كثير من الناشطين وكثير من المنظمات بتتساءل، يعني مش مصدقة أنه يوجد سجون بهذا العدد. لما خرجنا هذا العدد، عدد مهول ما يتخيل الواحد. وأيضا باقي ما وصلناش إليه من المعلومات اللي موجودة في الوطن في اليمن، لأنه يعني بهذه الصعوبة خرجنا هذا العدد. تخيل عمل نسائي فقط ويخرج بهذا العدد. عدم القدرة سيدة أمة السلام، عدم القدرة كما أشرت لها على عدم التحقق من عدد السجون، إلى أي مدى يمكن القول أن كل ما رصدتموه في هذا التقرير هو كل السجون ومواقع الاحتجاز؟ كيف يمكن أقصد التحقق من عدم وجود سجون سرية أخرى لم تعرف حتى الآن؟ لأنه في باقي ناس مخفيين ما خرجوش عشان يتكلموا، لأنه هذه كلها السجون رصدناها أيضا من خلال من تحدث، من خرج من هذه السجون، من كانت له فرصة في الحياة والنجاة من هذا من خلف الشمس. يعني تخيلوا الآن يعود الإنسان إلى الحياة من جديد عندما يخرج من هذه السجون. ولذلك تم الرصد من خلال ما الجلسات الاستماع، أيضا التقارير التي عندما يخرج أي مسجون نسأله ويعمل استمارة بحث ميداني أنه أين كان بالضبط. وتم جمع هذه التقارير وجمع هذه المعلومات وخرجنا بهذا التقرير. نعم، تفضلي بالبقاء معنا. نعود إلى ضيفنا من القاهرة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة. سيد وليد، مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا فيك. إذن سيد وليد، تحت عنوان خلف الشمس، عبارة طبعا معبرة وتقرير رصد عن أمهات المختطفين، ورد فيه أن الشرعية مسؤولة عن 4 سجون سرية في مناطق سيطرتها، كيف تعلق على ذلك؟ مساء الخير لك ولكل السادة المشاهدين ولضيفتك العزيزة قيس رابطة المخفين قسرا. وأود أن أعبر عن تعاطفي الكبير مع كل النساء اليمنيات اللاتي أبناؤهن مغيبون في السجون، بالإضافة إلى أن لا يخفى على الجميع أو ليس بخاف على الجميع بأن الإمامة هي سجن وقيد ورصاصة. وطننا الحبيب اليوم كله أشبه بسجن كبير بسبب الانقلاب الذي قام به الحوثيين، بالإضافة إلى ممارساتهم الاعتقالية التعسفية بحق العديد والكثير من فئات المجتمع اليمني. بعض هذه الاعتقالات تأتي بدوافع سياسية، والبعض منها يأتي بدوافع طائفية، والبعض يأتي بدوافع ربحية، والبعض يأتي أو جاء بدوافع انتقامية. ما يقوم به الحوثيون في حقيقة الأمر من تعذيب وأيضا انتهاكات لحقوق المساجين مرعب ومخيف ومشين. في ذات الوقت الكثير من القصص تأتينا عبر الذين تم الإفراج عنهم، وهي قصص بالفعل مرعبة. وأيضا لا يمكن أن يمكن أن نوصف مثل هذا التعذيب إلا بأنه تعذيب وحشي. لكن سيد وليد نحن نفهم، نفهم أن الحوثي هو لا يمتلك يعني صفة قانونية، فبالتالي هو يحتاج إلى إقامة هذه السجون ليبرر ويستمر في سلطته اللاقانونية. لكن ورد في التقرير أن الشرعية مسؤولة عن 4 سجون سرية في مناطق سيطرتها، كيف تعلق على ذلك؟ وما حاجة الشرعية لسجون سرية؟
أولاً دعني أوضح لك أخي الكريم بأنني قد اطلعت على التقرير، وكان يفترض من أعد التقرير أن يضعوا أسماء هذه السجون وأين تتواجد هذه السجون، أين مقراتها، ما هي من هم الأشخاص بالتحديد المسؤولين على هذه السجون، ومن هم الأشخاص المتواجدون في بداخل هذه السجون، لكي تكون المعلومة على الأقل واضحة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، هناك بعض الإشكاليات فعلا في مناطق سيطرتها الشرعية، وموقفنا في وزارة حقوق الإنسان واضح. نحن نرفض بشكل حاسم اعتقال أي مواطن يمني بدون أي مصوغات قانونية، ونحن أيضا نرفض الإبقاء أو التحصل على أي مواطن يمني بعد المدة القانونية المحددة. نعم، سأعود إليك سيد وليد الأبارة. أو بدون تحويله أيضا إلى النيابة العامة. نعم، سأعود إليك سيد وليد. نعود إلى السيدة أمت السلام. إذن كما تحدث سيد وليد أن يجب على من قام بصياغة هذا التقرير أن يضع أسماء السجون وأيضا الأشخاص القائمين على هذه السجون السرية، خصوصا المتعلق باتهام الشرعية أنها خلف هذه السجون السرية. ما تعليقك على ذلك؟ إذن فقدنا الاتصال بالسيدة أمت السلام، سنعود للتواصل معها. نعود إلى السيد وليد الأبارة. إذن سيد وليد، ما الذي فعلته الحكومة ووزارة حقوق الإنسان خصوصا إزاء المختطفين مثلا في سجن بير أحمد وغيرهم الذين لا يزالون رهن الإخفاء في سجون تابعة للمجلس الانتقالي؟ فيما يتعلق بواقع السجون في مناطق سيطرة الشرعية بشكل عام، كان لنا نشاط منذ 6 أشهر مكثف مع العديد من المنظمات الدولية المتخصصة، وبالتحديد المفوضية السامية لحقوق الإنسان والصليب الأحمر الدولي. عقدنا العديد من الورش، قمنا أيضا بتدريب العديد من رجال الأمن المسؤولين على السجون، قمنا أيضا بتعريفهم بحقوق الإنسان. نحن حاليا تعقد ورشة في العاصمة الأردنية عمان بالتنسيق مع بالشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان. يحضر هذه الدورة مدراء مكاتب حقوق الإنسان في المحافظات المحررة، بالإضافة إلى العديد من الموظفين في مكتب حقوق الإنسان في عدن. هؤلاء يتم تدريبهم حاليا على الرصد وزيارة السجون وأيضا رصد المخالفات، وأيضا كيف يمكن التعاطي مع السلطات الرسمية في حالة وجد هناك مساجين من أجل الضغط بإخراجهم. نعم. ابقى معي سيد وليد. نعود إلى السيدة أمت السلام الحاج، وهي رئيسة رابطة أمهات المختطفين. سيدة أمت السلام، تحدث السيد وليد عن أنه كان من المفترض في التقرير ذكر أسماء السجون والأشخاص القائمين على هذه السجون، خاصة المحسوبة على الشرعية. تمام. لو كلف نفسه الأستاذ وغيرهم أنهم فتحوا الرابط الذي موجود في التقرير أو في التقرير اللي أرسلناه، في رابط فيه عدد السجون وأسماءها وأين هي موجودة ومن في أي مكان موجودة. هذه بالنسبة لنا بالتقرير موجودة. إحنا لم نقل سجون سرية بالنسبة عند الشرعية، وإنما سجون تكلمنا عن سجون أصلاً. التقرير يتكلم عن سجون عامة وسجون سرية، وركزنا بالسرية عند جماعة الفوتي و التشكيلة العسكرية التي في عدن. هذه كانت الأبرز. ويمكن اللي بيطلع على الكشف موجود في التقرير رابط يوجد فيه عدد السجون بالاسم والمكان الذي قدرنا أن نحصل عليه. وهذا أيضا المفروض هذا أستاذ وأستاذنا القدير حقوق الإنسان أن يكون عندهم المعلومات أيضا كاملة عن هذه الأماكن التي يتم احتجاز فيها الناس. إذا سيد وليد، نعم إذا سيد وليد، إحنا كرابطة نعم تفضل نوثق عند الجميع.
نعم، تفضل بالبقاء معي سيدة أمت السلام. نعود إلى سيد وليد الأبارة. سيد وليد، إذن تم ذكر أسماء السجون وهو موجود حسب ما ذكرت السيدة أمل في رابط مشار موضح له، ما هي الخطوة التي يجب أن تتم بعد معرفة الأسماء أنتم كحكومة ووزارة حقوق الإنسان؟ أولا لا أود الحديث أن يأخذ مجرى بأن أمهات المختطفين والحكومة أو وزارة حقوق الإنسان، لأنه نعتقد بأننا نشكل مظلة حقيقية لهذه الرابطة، ومنذ اليوم الأول لتشكلها كنا نقف جنبا إلى جنب معهن، سواء فيما يتعلق بالتقارير التي تتضمن أسماء أبنائهن، وقمنا أيضا بتضمين تقاريرنا في وزارة حقوق الإنسان. تقريبا في كل تقرير دوري أصدرناه وسلمناه لمجلس الأمن أو المفوضية السامية أو المجلس حقوق الإنسان كنا نتلقى، كانت هذه الرابطة هي أحد مصادرنا الرئيسية، وكنا ننظر إلى معاناتهم باحترام وتقدير شديدين. هذا من ناحية. من ناحية أنا اطلعت على التقرير بالكامل أيضا، أنا أقول أن المعلومات التي وردت في التقرير كان يجب أن يتضمن أساس البناء القانوني. دائما التقارير الحقوقية يجب أن تتضمن البناء القانوني وليس فقط الصيغة الصحفية فقط. هذا من ناحية. الناحية الثانية، نحن نقول بأنه يكاد لا يمر شهر واحد دون أن نخاطب جهة رسمية معينة، سواء داخل الجهات الحكومية بإطلاق سراح سي من الناس أو علان، بعد أن تصلنا الشكاوي سواء من الرابطة أو سواء من منظمات المجتمع المدني أو من أهالي الضحايا أنفسهم. وهناك أيضا مجموع من القصص بسبب أحيان اشتباه التباس بلاغات كيدية إلى آخره، وبالتالي أو أحيانا بسبب التنافس السياسي الحاد الذي يجري بين بعض القوى في بعض المحافظات. لكن سيد وليد، وزارة حقوق الإنسان بالضغط على، وقمنا بإخراج الكثير والكثير والكثير من المعتقلين. لكن الأهم سيد وليد، هل يستطيع وزير حقوق الإنسان، دعني أكمل، لكن الحديث عن أن الشرعية الدستورية سجون سرية وهي تقوم باعتقال الناس وتقوم أيضا بممارسة التعذيب بحقهم، أنا أعتقد أن هذا كلام فضفاض وليس له أساس من الصحة. لكن هنا سؤال مهم، هل يستطيع وزير حقوق الإنسان مثلا زيارة السجون التابعة للحزام أو لطارق في الساحل الغربي مثلا؟ سيد وليد الإبارة. نعم، أقول لك هناك نحن طبعا وزير حقوق الإنسان يستطيع التخاطب مع كل الجهات الموجودة. طبعا فيما يتعلق بزيارة السجون، كان هناك زيارة للسجون سواء عن طريق الوزارة أو عن طريق المنظمات الدولية الموجودة في المناطق الشرعية بشكل عام. كل هذه المناطق تستطيع الجهات الدولية أن تصل إلى المساجين، وبإمكانكم الرجوع إلى تقارير فريق الخبراء. في الغالب لم كان يتم تسهيلات الكاملة لفريق الخبراء، ولكن من ناحية أخرى هناك إشكالية فنية وإجرائية فيما يتعلق بتوحيد الجهاز الأمني. شكرا. نحن في المناطق الشرعية نعاني إلى حد ما من عدم توحيد الجهاز الأمني، هذه واحدة من المشكلات التي نعاني منها، ونحن بصدد الضغط وأيضا المتابعة من أجل أن يكون لنا جهاز أمني موحد يتبع قيادة موحدة من أجل تحسين الأداء الأمني وأيضا الإجراءات القانونية بحق البناء القانوني. شكرا لك وليد الأبارة، كنت معنا من القاهرة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان. نعود إلى أمت السلام الحاج، لو لديك تعليق عن ما قاله السيد وليد الأبارة، خاصة أنه أشار أن التقرير هو ليس لديه بناء قانوني وهو يعتبر معلومات صحفية. أولا نشكر وزارة حقوق الإنسان على جهودها التي أبذلتها مع رابطة أمهات المختطفين وما قدمت لها، نشكرهم الشكر الجزيل. وليس معنى ان احنا ذكرنا هذه السجون انه قدح في وزاره حقوق الانسان او شيء، وهذا جهدنا نحن الذي قدرنا عليه، لم يدربنا احد، فحد دربنا على
كثير من صياغة التقارير، كل المنظمات الخارجية والداخلية وزارة حقوق الإنسان كلهم ما حد كلف نفسه أنه يدرب عضوات رابطة أمهات المختطفين على صياغة التقارير التي هي حقوقية وكما ذكر الأستاذ على مناهج معينة، وإنما هذا جهدنا وجهد بنات رابطة أمهات المختطفين بالتشاور مع بعض المختصين الذي يوجهون بعض الأشياء. نعم. فنشكرهم شكرا ويسامحونا لو أزعجناهم في بعض التقارير. شكرا حقنا. لك. نعم. الشيء الذي نريد أن نذكره أننا نريد أن نخرج أبناءنا من هذه السجون، لا نسمحك ولا نتقالع ولا نتهم أحد ولا شيء. مطلبنا واضح، مطلبنا واضح كأمهات ورابطة، نريد أن يخرجوا أبناءنا من السجون هذه التي عددها بهذا العدد المهول. نعم. اليمن. شكرا لك أمت. نطالب أن يخرج أبناءنا دون شرط أو قيد. نعم، شكرا لك أمت السلام الحاج، رئيسة رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا من عدن. وأيضا ينضم إلينا من تعز عبد الغني الهيج، مختطف سابق في سجون ميليشيا الحوثي. سيد عبد الغني، ما ظروف اعتقالك وكيف يتم التعامل معكم في هذه السجون؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أولا أشكر قناة بلقيس على هذه الاستضافة التي من خلالها ننقل هموم المعتقلين والمخفيين القصريين في السجون. كما أشكر رابطة أمهات المختطفين على الدور الذي تقوم به، وأشكر كل من كان سندا وعونا لنا ولكل المعتقلين والمخفيين في السجون كما يحيي السادة المشاهدين. ظروف الاعتقال، أنا كنت أعمل في مدرسة الإمام مالك في يوم الثلاثاء الموافق 2/1/2018، جاءت رغم طبعا يحمي المسلحين فاستجوبني يسأل عن اسمي، قلت له نعم أنا عبد الغني عبد السيد الهيج. نعم. فقال إن شخص اسمه فؤاد الطلوي اشتكى بي، وفي الحقيقة هذا الاسم لا أعرفه مطلقا ولا يوجد، وإنما كان عبارة عن مصوغ لأخذي إلى مدينة الصالح، وهناك تم استدعائي ووضعي في السجن مع بقية المعتقلين، تلقينا خلالها لأشد أنواع العذاب النفسي والبدني، وكانت طبعا أنا كمثل غيري ممن ساعدوا في معاناة تخفيف المعاناة. نعم. وزع في رمضان وفي التمر ووزع بعض السلع الغذائية. نعم نعم. في ظل هذه المعاناة التي ذكرتها، من الجهات الحكومية التي شعرتم أنها مهتمة بكم في تلك الفترة؟ في ناحية من هذه الناحية كنا على أمل أنه تتابعنا شرعية الرئيس عبد الرب مصر هادي، كذلك دولة رئيس الوزراء، كل القائمين، كوننا جزء من أبناء هذا الوطن وتعرضنا لمثل هذه المعاناة في السجون في تلك المعتقلات لهذا النوع من التعذيب، وظلينا كمثل غيرنا في تلك المعتقلات التي تزيد. نعم. في الصالح كنا في العمارة الواحدة، يعني كنا ما يقرب 500 معتقل في العمارة الواحدة، ناهيك عن المعتقلات التي كانت في ذمار. شكرا لك على ضيق الوقت. نعم. شكرا. يعني المعتقلات يعرفها الكل، وبعض المعتقلات لا احد يعرفها. هناك الان يعني ظروف للمعتقلين، ظروف صحيه، ظروف نفسيه، يعانون اشد المعاناه. نعم. رسالتنا الى رئيس الجمهوريه، الى المبعوث الاممي، الى كل القائمين على هذا الملف للتعجيل بخروج المعتقلين، لانهم يتعرضون الى اشد انواع العذاب النفسي والجسدي كما قلت. شكرا لك. وضحت مطالبك سيد عبد الغني الهيج، مختطف سابق في سجون ميليشيا الحوثي، كنت معنا من تعز، شكرا جزيلا لك. وايضا تنضم الينا بشرى الجبيحي، شقيقة المختطف في سجون ميليشيا الحوثي حمزة الجبيحي، مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا. ما اخر المعلومات لديكم عن شقيقك حمزة بداية؟ حمزة في الوقت الحالي كما ذكرت سابقا بأنه حمزة يستخدم النظارة منذ صغر، فللي ما يعرف أنه هو ممنوع من استخدام النظارة في المعتقل، وهو يعني الحين قرابة 4 سنوات بالمعتقل من غير نظارة،
وهذا الشيء أدى إلى تمزق في شبكية العين. هل وجدتم أي تفاعل من جهات رسمية خاصة من الشرعية مع قضية اختطاف حمزة؟ تقصد في الوقت الحالي أو في أي وقت، سواء كان في الوقت الحالي أو في فيما سبق؟ بصراحة كتضامن فعلي على أرض الواقع لا، بس كلهم تضامن ومناشدات ويعني مشاركة للبوستات اللي احنا نعملها على السوشيال ميديا. يعني تضامن ومناشدات فقط؟ بالضبط، ما في بصراحة ما في أي شيء على أرض الواقع. اللي احنا كنا متأملين من كل الأطراف يتضامنوا معانا فعليا، بس للأسف لا، ما في أي شيء على أرض الواقع. بالنسبة للوالد الآن في صنعاء، ما هي ظروفه الحالية؟ الوالد حاليا يتعالج في مصر، ظروفه الصحية جدا سيئة. نعم. بعد المعتقل تسبب له ضعف في السمع، كمان قربه، وحاليا هو في حالة جدا صعبة، فيتعالج في مصر وليس في اليمن في الوقت الحالي. نعم. بالنسبة للمنظمات الحقوقية الدولية، ما الذي بإمكانها أن تفعله تجاه حمزة وغيره من المختطفين المدنيين برأيك؟ والله بإمكانهم عمل الكثير صراحة. هو بإمكان أنا كنت في الأيام الماضية بمؤتمر حقوق الإنسان للدورة 43، وألقيت خطاب في قصر المؤتمرات في جنيف، أدى تفاعل كثير الخطاب الذي ألقيته واللقاءات التي تمت معايا. فالشيء اللي إحنا طالبينه من سواء من منظمات حقوق الإنسان أو من مجلس الأمن هو الضغط بطرق إيجابية وطرق شديدة اللهجة ليتم التعامل مع قضية المعتقلين والمختطفين كقضية إنسانية بحتة، وليس ويجب إبعادها تماما عن القضايا السياسية، لكن خلطها بالأوراق السياسية. لكن بشرى، ألا يعتبر غريب أن الصليب الأحمر الدولي عاجز عن التدخل لتحرير كاتب أو مدني بريء مثلا؟ طبعا يعني عجيب جدا، سواء من الصليب الأحمر أو من منظمات المجتمع الدولي للحقوق الإنسان أو من أي منظمات لحقوق الإنسان، عجيب جدا عجزهم عن التدخل. وإحنا كعائلة حمزة أو عوائل أخرى يعني بالإضافة إلى المناشدات التي قدمناها لمنظمات حقوق الإنسان، مجلس الأمن، لكل المنظمات كأمنستي، هيومن رايتس وغيرها، كمان ناشدنا الحوثيين، ناشدنا قيادات الحوثيين بأنه يجب استخدام هذه القضية كقضية إنسانية. غلط أنهم يدخلوها بالقضايا السياسية، غلط جدا. نعم. المفروض يبعدوها تماما عن القضايا السياسية ويحلوها بشكل إنساني. نعم. شكرا لك بشرى الحبيجي، شقيقة المختطف في سجون ميليشيا الحوثي حمزة الحبيجي، كنت معنا من السويد. شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول من تعز عبد الغني الهيج، مختطف سابق في سجون ميليشيا الحوثي، وأيضا كان معنا من العاصمة عدن رئيسة رابطة أمهات المختطفين أمة السلام الحاج، وأيضا من القاهرة المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان وليد الأبارة. والشكر أيضا موصول لكم على حسن المتابعة، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة ودي عطا، وإلى اللقاء.